التلفاز وناظر طالع وشوف، ركز على كل ما يلي من أسئلة تجيك، بين أسئلة وأجوبة بنمر ونطوف، نشط خلايا الذاكرة والفوز بيديك. ادوت وبنكون نلعبها بالهون، ونروح وياك في سين وجيل. لا تقول يمكن أو جنة ما ظن، أو شكلة أو هابة، لا جو التأزيم. يا هلا. صباحكم الله بالخير. حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا، نورتونا والساعة المباركة اللي نلتقي فيكم، حياكم الله. مبارك عليكم ما تبقى من الشهر، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله ايامكم كلها خير وصحة وسعادة. مستمرين معاكم برنامجنا، برنامج دوتو مع خالد والنصار. صدق راح اشتاق حق اغنية المقدمة. خذها معك او تزلك اياها. اي عادي اعطونا اياها، انت مغنيها عادي، بس خذ نقول لها حق البرنامج بس. ابو عزيز تعطون نسخة حق اخوي خالد ولا نسخ؟ بيعطونك نسخ. عطني الكاميرا وين هي، بس مو تبيعها، تعادي سيديات ولا فارشهم قدام المسرح. قدام المسرح. لا خوش اغنية، خوش اغنية، خوش اغنية، لا حلوة، ويعطيهم العافية وقواهم الله الشباب، الكاتب اخونا محمد الشريدة، اخونا الملحن عبد العزيز الويش، اهتدوا بهذه الاغنية. وانت الامانة سلطنت يوم. ايش رايك؟ سلطنت. ترى انا مو باي مكان اغني. لاحظ انا لما اغني لاحظ ما قد صوتي باي مكان الا بالمكان، بالمكان الصح، بالمكان اللي ما حد يعترض، يعني اللي ما حد يسمعه. اللي حد يعترض، اللي ما حد يسمعه. صح، عرفت؟ صح، الحمد لله. والمشكله الحين على تلفزيون الكويت صار 30 يوم، يعني اكيد يسمعوا. بس هو ترى شنو، مع الضحك والكوميديا مطوفين صوتك. عرفت شلون؟ لا لا، واحد يقعد يركز انه شلون مغني انا، يعني من باكر بلوك يمكن ما يجي البرنامج. لا لا بالعكس، كان مستانسي صوته مو تمام يا جماعه. تحيه حق صوت عبد العزيز يستاهل. شكرا. وبما ان صفوا قولك خلاص، يلا تبي تسمعهم شيء؟ البوم يستاهلون المشاهدة، يستاهلون. اوعدكم جمهورنا الكريم، في البوم غنائي تشغلونه قبل لا تنامون. زين، عرفت؟ زين. إيه اخوي عبد العزيز، أخوي. ممكن نذكر اخواننا المشاهدين واخواننا المشتركين بطريقه المشاركه؟ يعني باقي يومين للحين الناس ما عرفوا شو تشارك. عزيز، ها، ممكن نذكرهم؟ يبقى اذكرهم، هذا يبقى الباركود. زين، اسفل الشاشه. صحيح، يصورونه. حلو، يتنقون يا اما يدقون تليفون يا انه ينورونه هني في الاستديو. في حال الندق شنو يربح؟ باقي يومين اكيد يعرفون كل شيء. ما علي يا اخي، يمكن واحد مثلا اليوم اول مره، اوه نصار مضاف البرنامج. ايه شنو عندهم؟ حياكم الله مشاهدينا، كل اللي قاعد يطالعنا خلال شاشه تلفزيون الكويت، انتوا على موعد مع برنامج دوتو خالد مع النصار يوميا طوال شهر رمضان من الساعه 12 للساعه 1. عندنا اربع مسابقات او اربع فقرات، اول فقره الغالي يرخص لك، وبعدها فقره صدقني، وتالي بكم اقول، واخر فقره تستاهل. جوائزنا حلوه، 4000 مقسمة على كل المسابقات. الله. مع كل فقرة إما تربح 500 دينار أو 250 أو 100 دينار، بالإضافة إلى جوائز يومية، تلفزيون، ذهب، تذاكر سفر، سيارة قيمة. حياكم الله كل من يتابعنا على شاشة تلفزيون الكويت، وكل اللي ينورونا في الفيديو. فاصل ونلعب معاكم ألعبنا. زين، يمكن في واحد خلصت كل طاقتي قطيتها بداية البرنامج. بنكمل وايد، بس ما اقدر انا. اشوفكم على خير وحياكم الله. انا ماشي، خالد بكمل معاكم الحلقه. عزيز، تعبت. خالد قطت كل باوري عشان بس انت تستانس، بس عشان الناس اللي صار لهم 27 يوم قاعد يطالعون الحين تذكروا. انت الحين مرتاح؟ تمام، مستانس؟ هاكبه، يلا كمل الحلقه بروحك. متابعينا
فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم فقرة الغالي يرخص لك. شيل نص التعب مني. حاضر. تعرف انا يعني يا بروفا يا هني يا هني يا بروفا. طبعا خالد خلي الموضوع عند اخوك. ترى خلصنا. ادري. باقي يومين. باقي يومين. ثالث العيد. ثالث العيد ان شاء الله. اه يا قلبي لا تحاتي. توكل على الله. بسم الله. بسم الله. ناخذ اول متصل معنا اخوك محمد نقول صباح الخير. ابو جاسم. محمد. يا هلا حياك الله. اول مره تسمع بعد البرنامج؟ ايه لا وين محمد ابو عزيز؟ تبين اكمل؟ محمد وين؟ شفت شلون؟ بدي عود شوي طق ميوت السموحة. ابو جاسم آه شلون؟ من محمد دقيقة. لا والله طق والله خدي عود ميوت شوي من رمضان عرفت؟ اه انت حلجك طاق المايك يعني؟ اه هلا محمد حياك الله. هلا والله. اذا انت بداية البرنامج وين متى يخلص البرنامج؟ شم السيارة؟ لا 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 احنا مو شريطية نبيع حبيبي. لا انت قلت لي في سيارة جائزة. لا جائزة بنسوي عليها سحب بعدين بتقط سكرة ما نبي نفوز. لا 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 خلاص اسف اسف ترى اعصابي ليه؟ ما عليه خلي محمد خلي محمد عندي عزيز اخوي محمد بس ان عزيز بالبدايه هو يعني قال مقدمه كامله فهو تعب وخلص طاقته فالموضوع عند اخوك خالد. الله يعافيك حبيبي خالد يا عم. اكمل محمد ممكن تجيب لي ماي؟ تفضل ممكن تجيب لي ماي انا؟ لا لا خالد خالد. اي اوكي محمد هلا عارف فقره البرنامج؟ والله لو تشرح اياها على السريع بس اكون شاكر لك يعني. وعزيز قال كل عزيز اشرح اقرأ يعني. والله ما اشرح بس قال اسم الفقره ما شرح. والله ما راح اشرح قلت اسم الفقره بس ما شرح قلت الغالي يرخص لك. الغالي يرخص لك يا محمد عباره عن سؤال وقيمه هذا السؤال 100 دينار كويتي فقط لا غير. اوكي نعتمد؟ نعتمد. يلا كفو عطنا 30 ثانيه يا مخرج. في اي عام يا محمد فازت مملكة البحرين والله يحفظ البحرين وأهل البحرين بكأس الخليج؟ كأس الخليج كأس الخليج كرة القدم. ما تلعب كرة محمد؟ لا لا كرة. زين عندك ثقافة مفروض. اي والله عندي ثقافة بس متلخبط اي 2000 بس ما ادري اي سنة. لحظة دقيقة يا 2014 بديش جوجل قال لحظة 2014 او 2019 يا محمد؟ 2019 ايه مو اثنيناتكم مره. لا لا 2019 2019 ايه اعتمد على السعوديه 1-0 بعد ذكرت ذكرت المباراه. ايه من اللي قول؟ اللي قول ايه علاء جلال. الف مبروك حيو يستاهل. الف مبروك 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 يا محمد وعليك بالعافيه من دينار مقدم من تلفزيون الكويت ووزاره الاعلام. ناخذ اتصال ثاني ونقول الو. شيماء. هلا. صباح الخير يا شيماء. صباح النور. تقبل الله طاعتك. من نوم من الصباح. شلونك يا شيماء جاهزه؟ ان شاء الله باذن الله. خلصت اغراض العيد؟ الحمد لله. زين ما تطلعين بالزحمه الحين؟ لا. كله بالبيت. هذا هو. يلا عين 100 دينار وانت قاعدة بالبيت. السؤال يقول ما هي حدود المملكة العربية السعودية من ناحية الغرب؟ السؤال يقول ما هي حدود المملكة العربية السعودية من ناحية الغرب؟ الخليج العربي، البحر الأحمر. البحر الأحمر. الخليج العربي ولا شنو؟ أنا مو فاهم صح شنو؟ سؤال قاعد أسأله. ساعدنا. الخليج العربي ولا البحر الأحمر؟ الخليج العربي. البحر الأحمر. البحر الأحمر. بعدين. البحر الأحمر. بسأل مرة ثانية. يبقى أنت تعبان. إثنين أعصاب أنا. آخر مرة. من جهة الغرب. بحر الأحمر. بحر الأحمر. ما هي حدود المملكة العربية السعودية من ناحية الغرب؟ الخليج العربي. ولا البحر الأحمر؟ البحر الأحمر. مبروك حيوها حيوها تستاهل. مبروك 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 تستاهل عليه بالعافية. عليك بالعافية. ترى قبل المدرسة أنا ما جاوب إلا لما يزفني المدرس.
يعطيني هذه أركز. ليش؟ ما أدري يعني، عارف الجواب ليش ما جاوبت الأول؟ ليش لازم يخزك؟ ما أدري. نقول ألو جاسم. هلا هلا والله. هلا أبو حمود شلونك؟ هلا فيك الحمد لله بخير. شلونك؟ طيب بخير. أنا بخير دامك بخير يا حبيبي. طمني شلون رمضان معاك؟ والله تعب الصراحة. لا الحمد لله، أنا عن نفسي أتكلم إن هالسنة يعني مر خفيف الحمد لله، ما حسينا فيه. أنت بس برافات. ما أسمع. أقول أنت بس برافات، إحنا نداوم من الصبح. لا أنا شوف، أقول لك جدولي يمكن تلمني وتبكي. شوف برنامج بالليل، وبعد البرنامج استديو، وبعد ما نخلص استديو ترد البيت الصبح، وتقوم الظهر تروح بروف. بكيت لحظة. تروح بروف العصر، وبروف بعد الفطور، وبعدين برنامج. انت شنو عندك؟ بس ترى بس دوام وبصمة. الظهر كل عندك، اللي مشارك برنامج مريح يعني. يا عمرو يا حبيبي ان شاء الله دوم امورك طيبه حبيبي، وما عليك ترى سهالات كل شيء يعدي. نقول السؤال يا ابو حمود. السؤال هو: ما هي اكبر اماره في دوله الامارات العربيه المتحده؟ يا حلو الامارات وهل الامارات، اماره عجمان او اماره ابو ظبي؟ انا ما اقدر اساعدك لانه واضح. ابو ظبي. اماره عيمان ولا ابو ظبي؟ ابوي ابو ظبي. ابو ظبي، والف مبروك، حيوه يستاهل. يستاهل يستاهل. عليك بالعافيه، عليك بالعافيه يا جاسم. عليك بالعافيه. ل 100 دينار. 100 دينار عادي ما يداوم ترى. شوف كم يخسروني، لان وايد تعبان بغير. منو معانا الحين؟ الو شيخه. الو شيخه شلونك؟ بخير الحمد لله. هلا اخبارك يا شيخه؟ بخير الحمد لله. صباحك الله بخير يا شيخه. صبحك الله بالنور يا هلا. بارك عليك ما تبقى من الشهر يا شيخه. علينا وعليك تبارك. قبل طاعتك يا شيخه. منو منك يا عزيز. جاهزه يا شيخه؟ ان شاء الله. السؤال يقول: ما هو الحدث الرياضي العالمي الذي ستنظمه دولة قطر هذا العام؟ ومو هذا العام، 22 يلعب صح. انت شخباري خالد، انا معاي ليهني واصل. شيخة، هاي شيخة، ما هو الحدث العالمي الذي ستنظمه دولة قطر في هذا العام؟ كأس العالم. كأس العالم، والف مبروك، حيوها تستاهل. مبروك حيوها. مونديال كأس العالم لكرة القدم. اي نعم صراحة شيء نفتخر فيه كلنا كخليجيين وكعرب. اي نعم. اي والله. بتروح ان شاء الله؟ انا قلت شغله حق الربع. شنو قلت؟ خلاص احنا بما ان قرب كاس العالم ايه؟ العاده يكون بعيد، البرازيل روسيا صح، ما نقدر هالمره بعد اذا صار يمنا وما نروح بعد ليش نتابع مباريات؟ لازم لازم كلنا نروح كاس العالم اللي بقطر. معك. انا ابي اخونا محمد يابر. يا محمد جايب كره بتطيطيك؟ لا لا. شنو يجيب لك ماي؟ لا لا عندي اتصال بعد. ما عشان ترتاح خليه لي ماي وانت اخذ اتصال. حاب ابشر عشان ترتاح. محمد يابر. محمد يابر عور قلبي. محمد وينك؟ نبي ماي محمد. ماي يا محمد. اي والله مو بالفاصل الحين. مو بالفاصل. اي الحين متى محمد خذ تايم اكثر من برنامج. خلاص يبغى يقرا السؤال. محمد تعال داخل. يا حلو. يلا ناخذ اتصال. ناخذ اتصال. ناخذ اتصال ومعنا سالم. السلام عليكم. شلونك يا سالم؟ يا هلا والله. عساك بخير. بخير الله يسلمك. سالم تدري ان في اغنيه باسمك؟ واجد وايد. عطني اغنيه. سالم يا سالم. هلا ولا هذه واحده منها. خوش اغنيه فعلا. بس غيرنا لحن. سالم سؤالك هو يا سالم. سالم يا سالم. هلا والله. السؤال: فنانه كويتيه اشتهرت بتقديم المسلسل أنا وايد أحبه وكنت أتابعه واندمج، بتقديم شخصية حبابة. مريم غضبان. سالم. ها؟ مريم غضبان. آسف آسف. أعتمد. أعتمد. إيه نعم مريم الغضبان. المبروك حيوه. مبروك يا سالم. مبروك سالم يا سالم. اي نعم بلغت كلامي. تستاهل ال 100 دينار. وي نعم الجواب صح، الفنانه رحمه الله عليها مريم الغضبان.
الحين شنو؟ الحين طال عمرك خلاص كذي خذينا 5 اتصالات. أكيد. إي نعم. خلا طمنك على البرنامج بس. إي والله. الأمور طيبة. كل شيء تمام. إي خذوا كل واحد 100. يستاهلون عليك. الحين طال عمرك. الحين شنو عندنا؟ الحين يبا. إيه. بنطلع فاصل. ها؟ أقول لك بنطلع فاصل. إيه. إن شاء الله بعدها عندنا صدقني. إيه. أنت مو بروحي أنت معاي. إيه. بلا ذكرت ذكرت ذكرت. ذكرت ها؟ إيه. فاصل فاصل عيل ها؟ إيه فاصل. إيه. بعدين إن شاء الله صدقني. إيه خير خير إن شاء الله خير إن شاء الله. أطلع فاصل. إيه. فاصل. أطلع فاصل أطلع فاصل. فاصل. ومكملين معاكم. رجعنا معاكم مشاهدينا وصلنا إلى فقرة صدقني. الفقرة هذه ما فيها متصلين. الفقرة هذه بنشوف رقم ومن هو صاحب الرقم اللي بيربح أول 500 دينار معانا، متسابق أو متسابقة. عطنا رقم يا أبو عزيز ونشوف أول مشترك بفقرة صدقني. صاحب رقم 3 3 3 حياك الله حياك الله حياك الله. حيوها تستاهل. حيوها حياك الله حياك الله. دير بالك يا حياك الله يا هلا حياك يا هلا يا حياك الله. شلونك؟ عساك بخير. حياك طال عمرك. البوديوم الاول ومعاك اخوك عبد العزيز النصار. يا هلا ومرحبا. حياك الله نورتينا وساعة مباركة. وانت عرف عليك. رقية مبارك. والنعم يا رقية. شلونك يا رقية؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. طيبة؟ تمام. كل شيء تمام؟ الحمد لله. تدرين كم قيمة الجائزة اللي هني؟ الحمد لله. عارفين يعني؟ تدرين 500 دينار؟ الحمد لله. إذا عرفتي شنو بالبوكس يا رقية لك 500 دينار. تمام؟ الله يكرمك. حلو. نقول احنا يبا خذيت ال 500. شنو بتسوي بالخمسمية؟ بسافر. سافرين؟ والله زين يمدي. وين بخاطرك؟ تركيا. تركيا حق البراد ها؟ اي. ولا صار حر الحين؟ ولا انت يعني مو مال الاخبار؟ ما عندك خبر اطفال جوية؟ لا الجو حلو. حلو حلو الجو ها؟ جو. يلا خلينا نشوف. بتروح تركيا؟ انا؟ ما ادري على حسب. ليش سألت على الجو؟ ها؟ ليش سألت على الجو؟ لا بشوف يعني هي تحب الب... تعال تعال. لا اسف انا ايش قايل لك؟ لا بسأل يعني الناس يحبون مثلا دول باردة، في ناس يحبون دول حارة يعني. طبعا طبعا. فتركيا ان شاء الله. ان شاء الله 500 دينار توديك ان شاء الله تركيا. يلا. الشيء الموجود داخل موجود بكل بيت. صح. احتياجات مهمة يخلصها هذا الشيء اللي داخل. تليفون؟ مو تليفون، شيء موجود بالعاده. بالعاده يخزنونه تحت المغسله، في درج تبطل تحت المغسله هني، في جنط عوده حديد حتى تبطلينها شيء تبطل. في انواع شنو زائد في ناقص في هذا في هذه عرفتي. ها شيء يبا حاد حاد شوي. درنفيس. شو قلتي؟ درنفيس. خلاص درنفيس قالت درنفيس. ألف مبروك. حيوها تستاهل. مبروك. عليش بالعافية رقية. 500 دينار مقدمة من وزارة الإعلام. عليش بالعافية وألف ألف مبروك. تستاهلين. حياك الله. تركيا بقلاوة شيء ها حقنا. والله لا تنسين. إيه. إخوانك. حيوها تستاهل. حيوها. حيوها. حلقوم حلوم حلقوم. هذا كله يبونه بس ما حد ياكله بس كذي لانه يعني لانه لازم ينياب. اي لازم ينياب. لازم ينياب. هو اول جز توكل على الله. اسال نسال ونقول نبي رقم يا ابو عزيز. رقم رقم يا ابو عزيز بسرعه. 7 ها لا لحن لحن. 38 38 38 حياك الله. حياك الله. حياك الله. ايه حياك. خلاص هذه على حاده. صح. ايه
يا هلا مرحبا، حياك الله حياك الله حياك الله، طال عمرك البوديوم الاول، تشرف فيك بمسابقه. صدقني تعرف علي، صار عمرك بدور بعباس ونعم يا بدور. شلونك؟ تمام. عارفه الفقره؟ ايه. قيمه الجواب 500 دينار. حلوين اللي داخل الصندوق. يحبونه أهل الطرب، وموجود بجيل الطيبين، بالسيارة بالبيت، عرفت شلون؟ كذي واحد تلقينا قاعد سرحان كاسيت. شلون؟ مفاجأة. اي نعم كاسيت. ألف مبروك مبروك. 500 دينار عليك بالعافية. عليك بالعافية. تركيا معرقية ولا؟ لا. وين؟ أوزع على أهلي. يستاهلون عليهم بالعافية. عليهم بالعافية. حلالكم وتصرفون فيه مثل ما تبون. حياك الله. هذا الكاسيت كاسيت الفنان أحمد فتحي. إيه. حلو. إيه والله إذا اشتغل يعني إن شاء الله. يلا. بنته إيه. بلقيس ما تقصر. حياك الله. لا إذا ما اشتغل سوي هذه. مو قلم. حيوها تستاهل. حيوها لحقت تسوي هذه خالد؟ اي على كل شيء والله. والله انت كم عمرك الحين اللي لحق على هذه وكل شيء؟ لان احداث وايد. العمر شويه بس احداث. اي يلا طولت العمر ان شاء الله وياك يا حبيبي. قبل ما نشوفك تصنع سيديات وكاسيتات ان شاء الله يا رب. صنع ان شاء الله يا رب. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم الى ختام. شنو؟ وين؟ تونا الى ختام. اللي تعبته بساعي خلص بعشر دقائق. لا في بعد في وصلنا الى ختام فقره صدقني، ومكملين معاكم فقره بكم اقول. فاصل ونرجع نكمل معاكم. مع خالد والنصار، وان شاء الله مستمرين معاكم والكل بيكون ربحان ان شاء الله وما في احد خسران. خلونا نلعب. خلونا تراكم نلعب. يلا بلش لعب. اشكار المتاع. اشكار المتاع حبينا على الساحه. الله حيوه حيوه حيوه. يلا جاهزين. طب ما خلصي ضحكتك عشان اعرف اقرا السؤال. دشت جوجل وضحكت خليتني بالضحك. شنو شنو ايش قلت؟ بسرعه بسرعه. اي والله دقيقه. 2000 2000. اي نعم 2000 صح. تستاهل. الف مبروك. لعبة رياضية، ثاني لعبة ذكاء بالعالم. فما هي؟ تنس طاولة؟ خل أتأكد لحظة. تنس طاولة. أي نعم صح. أو بيصيد الرقم التغريبي راح يربح معنا 500، واللي ما يحالف الحظ بيربح معنا 250. يا أخي تصدق؟ شنو؟ أنا المسابقة هذه أحبها، ما أدري ليش من أول يوم. ما هو إجمالي عدد لاعبي فريق كرة الماء؟ رايح مباراة من قبل؟ لا. ليش طالعت فوق كنا تتذكرهم؟ لا انه منخفض برقال. الف مبروك. تستاهل كفو. تستاهل. الله يخليك. لا تدز لحد من طرفك. شمال جون الكويت. شمال جون الكويت. في بعد خيار ما تبي؟ لا لا شمال. الف مبروك. سبحان الله يا عبيد. اسامي كل ضيوفنا اليوم بالاستديو موجوده داخل هذا البوك، ونسوي السحب على السياره. تمام. رجعنا الحين حق فقره السياره والسحب على السياره ومعانا. مبروك 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 سعيد. الله يسلمك. وتشوف خيرها ويكفيك شرها يا حبيبي. امين ان شاء الله. صفقه حيوه. استاهل. يلي لاهي طالعنا، يلي لاهي ركز معانا، رجعنا معاك، رجعنا معاك. ايش فيك؟ لا لا ما في. يلي لاهي منو قايل هذا متنبي؟ منو قايل يلي شنو؟ يلي لاهي طالعنا، يلي لاهي تابعنا. ممكن تشرح حق الناس؟ ايه ابكي ابكي. يا لله تابعنا، يا لله طالعنا. عشان يبددوا حق البرنامج السنة الجاية. لا خلاص ماكو باقي يومين. ان الله مبفر. قال يا لله ما شنو عطوه سايا. بالعكس راح يقول مبفر قاعد يخربط على هوا. شنو سيارتي؟
ودنا معاكم متابعينا والباقين ومشاهدينا في قدر الكويت. رجعنا معاكم فقرة شمقول. اي نعم. بس حبينا نذكر ان شاء الله بعد ما نخلص كل دقيقة لنا فل الدموع. اي والله. ايه زين. ايه. ملح الحين بيدي ملح. يلا ما عليه. مشاهدينا نحب نذكر. ان هذا شماغي. بعد؟ اللي خليت راحتك فيه. صدق؟ يلا يلا خلص خلص. ان اثنيناتهم يم بعض ما ادري. يلا يلا. يلا. مشاهدينا حاب تقول شيء قبل؟ لا لا لا. حاب امشي. لا عزيز تقدر امشي. مشاهدينا بس نحب نذكر بتفصيله بسيطه ان شاء الله بعد ما نخلص ونلعب كل فقرات برنامجنا عندنا فقره اخيره وهي فقره بحظين موجوده معنا كل يوم هذه الفقره وان شاء الله اليوم الجائزه راح تكون عباره عن سوار ذهب. حلو صح 18 جرام ها 18 جرام ايه 18 جرام صح ايه صح 18 جرام اي نعم. والحين وصلنا الى فقره بكم اقول نبي ناخذ ارقام يا ابو عزيز ونشوف من هم المتسابقين الثلاثه اللي بيكونون معانا بهذه الفقره. شم اقول شنو الفقره عندكم؟ الفقره؟ الحين ايه؟ اشرح لك ناخذ رقم عطنا رقم يا ابو عزيز ونشوف من هو اول متسابق صاحب رقم 39 39 39 39 39 موجودين حياكم الله موجود حيوه يستاهل حيوه حيو. حياك الله دير بالك اخوي دير بالك يا هلا ويا مرحبا يا هلا مشترك رقم 39 انتظار قدومه الى الاستديو يا دير بالك شلونك حبيبي حياك الله حياك الله شلونك عساك بخير حيوه يستاهل حيوه يا هلا مرحبا حياك الله شلونك طيب الله يسلمك خليك حياك الله حياك الله اي اول بوديوم نبي نريحك وين نبي نريحك معني لك من هناك يا مرحبا 500 دينار فيها تسوى اي حبيبي عليك بالعافيه تستاهل خلينا نشوف الرقم الثاني شوف الرقم الثاني يا ابو عزيز المتسابق الثاني كم يا ابو عزيز 16 16 16 16 موجودين حياكم الله حيوها تستاهل حيوها. حياك الله حياك الله يا هلا ومرحبا حياك الله تفضل يا البوديوم اللي بالنص ناخذ المتسابق الثالث فقرة بكم اقول صاحب رقم هاي ابو عزيز 30 30 30 متواجد حياك. حيوه حياك 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 يا هلا حياك الله حياك يا هلا ومرحبا حياك الله حياك ها اخوي حياكم يلا. الله نورتونا ساعة مباركة ساعتك يا برد نبي نتعرف عليكم راشد كاكولي والنعم معليك زمان. راشد كاكولي اي نعم والنعم يا راشد شلونك يا راشد اخبارك طيب تعرف عليك ام عبد الله ام عبد الله والنعم فيك ام عبد الله تعرف عليك اخوي خالد دخيل والنعم يا خالد جاهزين؟ عارفين الفقرة هذه ولا نوضح؟ تفضل نوضح؟ بعد 28 تام بعد 28 نوضح؟ عفايك عكوني ما علي يلا ما علي عندنا اكور تنس بالبوكس هذا حلو عمي توقع الرقم الموجود صح تاخذ 500 توقع غلط 250 ايش رايك بالحكي؟ يلا راضي؟ ومو شرط الرقم نفسه بالضبط لو يكون تغريبي يمه يلا. تغريبي من تحت تمام قلت رقم فوق طفت الرقم الاصلي 250 يعني مثلا خلينا نقول 60 كره موجوده انت قلت 59 ونازل ربحان قلت 61 فوق انت خسران فيكم الخير بكل شيء تبينا احنا لا 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 بكل الاحوال الله يطول عمرك حبيبي انت مشكور يا راشد يلا يا راشد بس ابو عزيز لحظه هم كم عشان العب يلا العب عرفنا الرقم تونا معك توقع يا راشد كم كره تنس موجوده داخل فيهم 60 فيهم 60 راشد يقول فيهم 60 قول حق كاكولي ايه احنا عيال جابريه ايه جيران. واقول لك تأنى يقول جيرانكم ترى سمعته يقول جيرانكم انا عرفته تأنى ها شفته من بعيد على عيال جابريه غير عندي اصلي ايه تأنى تأنى يا راشد يعني 45 45 الجار يقول 45 قول له المائدة يسلم عليك ايه
ويقول لك تأنه. ما أريد يسلم عليك ويقول لك تأنه. 80 لا تأنيت وايد تأنه. أجي 70 كاكولي. عطني آخر جواب كاكولي. يعني كنت تمام كنت تمام. 65 حبيت الثقة. قالها حاولت كل شيء هذا. 65 بقى. كفو. أم عبد الله. يلا يا أم عبد الله. 40 40 لا أخوك خالد يقول ليش تأني. أخوك خالد سلم عليك شو ليش تأني. تأني لتحت ولا لفوق. وتأني مفروض لتحت. تأني تأني. 45 45 45 تقول أم عبد الله. آخر آخر محاولة. آخر محاولة عبد الله. آخر محاولة. آخر محاولة يا عبد الله. شم كرة داخل. لا يشوشون عليك الجمهور. خذ راحتك شوي كريك. 55 55 هذا آخر جواب. مشكور يا عبد الله. خالد هذا البوكس عندك. تتوقع كم كرة موجودة داخل البوكس؟ 66 خالد يقول 66. قول حق السمي تأنى. تأنى يا السمي تأنى. 66 صامر للريال. 66 ما يبي يغير. يعني ما يبي محاولة ثالثة. خوي خالد تبي؟ جواب نهائي. جواب نهائي 66 ما تتغير يمين يسار. العب. تكونها تقدر تكونها من هنا؟ لا خلاص صرتها. زين بقول لكم شيء اخوي خالد. احنا عرفنا الرقم صح. كم هو ابو عزيز؟ صحيح. وكلكم ابعاد عن الرقم. فش الحل؟ نعيد من اول مره ثانيه اخر مره. رقم زال. عندي شغله ثانيه الحين في حال ان هم فعلًا هم قالوا ارقام بعيده. اذا قالت ارقام بعيده خلاص يصير 250 250 250 ونشوف ناخذ احد بعد من الموجودين. هم كم مره ثانيه ابو عزيز؟ ايه تمام. اخوي خالد عندك انا سويت اللي علي. روح كولي كلم الجماعه تفاهم معاهم. حبيبي ابي رقم. انت شنو قلت؟ 65 حلوين. انسى انسى. ابي رقم واحد. تأنى اخوي. 99 يمشي. تأنى. 35 اعتمد. بسم الله. وعزيز هم كم؟ ام عبد الله 40 يا قوس بعدي. جواب واحد. واحد جواب واحد. السمي 41 41 السمي 45 ام عبد الله صح. 45 ولا 40 45 ولا 40 45 45 41 41 35 اقدر اغير. الدلل 47 47 ها ان ام عبد الله هم قالت رقم زياده. يعني ضعنا شيء احنا. والله انت ضيعت. كل قال فرصه الحين كلهم صاروا قراب. توهقنا. ايه ايه تعال خلينا نكلم الفار. تعال الفار. شلون ابو عزيز؟ ايه تعال. ايه ايش في كاكولي؟ ايش في كاكولي؟ ايه قال رقمين. قال رقمين كاكولي. زين شلون ما سمعتك انه كان في احد؟ نعطي المرة فرصة والريال فرصة. إنما عبد الله غيرت رقمها ترى من جي كاكولي قالها. هم خالد شي خالد هم يزعل بعد خالد. ايه طرف في طرف. بعدين كاكولي بيده عصاية خفت ما أعطيه فرصة. كلهم كل واحد رقم رقم رقم. مرة أخرى. حيهم حيهم. يبا من الأربعين عشان نخلصها. يلا من الأربعين. ها؟ إيه من الأربعين لين 55 أعطوني رقم من هالرقم. من الأربعين لين 55 أعطني رقم. 55 55 إيه
ام عبد الله من 40 لين 55 اعطيني الرقم يا ام عبد الله 40 او 50 اختاري واحد اختاري واحد 47 خالد اختار رقم 46 46 46 45 55 على البار نشوف من الاقرب من الاقرب البار يا يبا يلا يبا يلا 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 البار ايش البار البار يقول كم كرة تنس 52 52 مبروك الف مبروك استاهلين استاهلين يا ابو عبد الله من اللي فاز ام عبد الله لا خالد ترى خرجنا سبعة إيه؟ هو قال 47 هي 45 47 46 قالت انا 46 45 ام عبد الله 45 ام عبد الله قالت 47 46 55 انت خلاص 250 انت الحين 250 المشكله هناك انت اوصلك لحظه حياك حياك والديك حياك الله حيو كاكول يا اول شيء حيو كاكول يا اول انت قلتي يا عمري حبيبي انت قلتي 47 صح وخالد قال 46 واحنا قلنا اللي يربح الرقم اللي من تحت فمعناته 46 اللي فاز ولا 47 رام 52 يا ابو عزيز يا ننتونا يا ابو تدري شنو بعدهم انا بقط يعني من اللي فاز المرة اللي فازت ام عبد الله عليها بالعافية وبالتسارس حيوة 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 ما انا بالرقم خذيت ال 500 يا ام عبد الله عليك بالعافية عليك بالعافية حياكم الله والسمي هم 250 حلوة انا ابي كاكولي وين كاكولي شافهم شافنا مطولين ايه قال 250 خل اسلم عليهم عليك بالعافية تستاهل عليك بالعافية تستاهل صعبة ها ايه صعبة ايه شم اقول لما اقول اي والله دائما كذي دائما يعني الايام الاخيره إيه؟ خلاص تلقى يصير حماس اي صاد صاد اي والله مخرجنا اقول لك عطني بس فاصل عشان نرجع نكمل ونوصل الى فقره تستاهل يلا برنامج ندوتو مع خالد مع النصار حلو. مع خالد ومع النصار ايه؟ حلوين؟, حلوين كل يوم ساعة زمن من الساعة 12 للساعة 1 زين الحين طريقة ايه؟ الاتصال اخوي عزيز شلون طريقة, طريقة المشاركة طريقة المشاركة ايه؟ طبعا قديم هذه سالفة اسفل الشاشة وارقام خلاص هذا راح في كيو ار هذا اخوي تصوره حتى ما يحتاج صوره بس تحط التليفون راح يطلع لك يا تشارك يعني سواء اتصال او تحضر عندنا هنا في الاستديو وتنورنا وتربح يا 250 يا 500 حلو حلو يلا يلا فقرة تستاهل نبي ناخذ ثلاث ارقام ونحطهم بهال شو اسمه هذا بلوره بلوره ها بلوره ونشوف منو صاحب ال 500 دينار ومنو صاحب ال 250 يلا نشوف عطنا رقم يا ابو عزيز عطنا رقم اول رقم اول رقم فقرة تستاهل 28 28 28 28 دير بالك الله الله شلون اقول لك بي كيرفول بي كيرفول هاي هاي هاو ار يو ويلكم نايس تو ميت يو رمضان كريم اهلا وسهلا هي فروم تشيلسي تشيلسي يو نو تشيلسي ذس وان كم هير بليز هير هير ويلكم ويلكم وير از يور نمبر كان يو برينج ات بليز نو 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 كيپ ات مو كيپ نمبر ذس از فروم تشيلسي يو نو تشيلسي Yeah, yeah. This is your number. Inside my bag. In the, your bag? Yeah. Yes. No, no, call it, call it. بعطيها يا البوش. Yeah, be careful, please. Harami, harami. Harami. Can I have your number, please? Can I have your number? Where from? I'm from Ukraine. Ukraine, yeah. Ukraine. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Kuwait. You are for notification? No, I live here. Ah, you live here. Yes. Nice to meet you. Thank What's your you. name? Diana.
ديانا. اوه جود نايس ديانا. جود نيم. جود نيم. حلو. شو جود نيم؟ ما تنقال الحين. ما تنقال. اي يعني خوش اسم؟ ايه. لا ترجموا الغلط يا ولد. اوكي. ويلكم ويلكم ديانا ويلكم ديانا. نشوف رقم اخر. رقم اخر. رقم اخر. انذر نمبر. 15. حياكم الله. حيو يستاهل. يا رب يطلع رقمها وبشوف خالد شلون بيسألها بالانجليزي. يا الله يا رب. حياك الله يا هلا. عندي هناك شفتي هذا؟ هذا هو عطي. حياك الله هلا اختي. يم السفارة هناك. ويلكم ديانا. نشوف رقم اخر. رقم اخر يا ابو عزيز. عطنا رقم 6. 6. 6. حيو يستاهل. يا هلا شلونك؟ رغم معك كفو. حياك الله. حياك الله. نبيك انت تسال هالسؤال. عرفت وتجاوب. حياكم الله. ويلكم. ترجم. تعرفون المسابقه؟ Do you know what the مسابقه؟ You don't know what the مسابقه. خالد هي transition for you. My sister. Yes. This program. I have a question. Are you okay? Yeah. I have ask. I want to ask. I want to ask you. Okay. Okay. One question. Okay. Okay. Yes. You. Answer me. Okay. I give you 500. Okay. Oh. You no answer me. 250. Okay. You start. You start. And okay. Okay. Good. Yes. Thank you. شنو المسابقة يا جماعة؟ شلون راح يطلع رقمها؟ قلنا شلون راح يطلع رقمك؟ Your number in the this blue small blue one. Blue. Kuras. Balls. Yeah. Balls. Number here. Your number here. Children. Take number. Oh, you. Diana. I ask. Hey, start. Royal. يعني يا باخرة. Welcome Diana. تعرف عليك. منار. منار ولا منال؟ منار براء. براء منار. حياك حمود لافي. والنعم يا حمود. جاهزين؟ اي جاهزين. Are you ready? Just a minute please. يلا. Where is the children? Children come. تعالوا حبايبي. لا لا. حياكم يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. حيوهم حيوهم حيوهم. حياكم الله. تعالوا مني يا حلوين. تعالوا. تعال. تعال يا الحلو. تعال انت يا الحلوة. يا هلا يا هلا بالحلوين. يا هلا يا هلا ومرحبا. شلونك؟ زين. ايش اسمك؟ حمد. حمد. ايش اسمك يا الحلوه؟ زين. اسمك؟ زين عبد العزيز الحتابي. والله والنعم والله والنعم. الفهد. والنعم. نعم الفهد. فهد. والزين و حمد. حمد. شلونكم زينين؟ امسك. يلا خلينا نشوف السحب. You remember Khalid say chilling 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 this time now chilling 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 please chilling 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 for مستقية chilling 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 you know يلا خلينا نشوف بطليها أساعدك أعطي أساعدك يلا خلينا نشوف كم الرقم العكس شوف كم الرقم هذا؟ 6. قولها بالمايك. 6. 6. حياك الله. نمبر 6 ديانا يو نو. حياك. حياك الله. يا هلا بالغالي. هلا فيك. طال عمرك. عمرك يطول تفضل. بس عندنا ملاحظة. تفضل. إن المسابقة هذه عشان نعطي فرصة أكثر حق كل المشتركين ما راح يكون فيها مساعدة.
حلو تمام؟ حلو تمام. وأنا طالبك طلب عامل لي جاوب غلط ودي السؤال الأخير عند الديان ودي أشوف خالد شو اللي سألها تكبر خليك معي خلاص أنت كذي براح 250 مني مالك شغل السؤال هو ما هو أصغر مضيق في العالم؟ مضيق مضيق بعد حرب الجليد أنت لو تخليني بعد ذبحتنا يلا توكل مضيق هرمز 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 ايه ما يحضر سحبوي ما عليه ماركة هذه ما لها شيء مضيق تايوان مضيق البوسفور أو البوسفور الجواب الثالث مضيق تايوان لا انت مضيع لا انا مو مضيع لا يلا الجواب الثالث الثالث ايه اللي هو بوسفور اعتمد اعتمد ايه ايه نعم صح الف مبروك حيوك مبروك مبروك كونجراتوليشن كونجراتوليشن فور فور حمد هيز وين 500 اللهم لك الحمد حياك الله حياك الله يا هلا ومرحبا 500 دينار مقدمه من وزاره الاعلام حياك الله حبيبي حياك الله مشكورين تستاهل حياكم الله يلا باي يلا حبايبي يلا يا حبايبي حيوهم حيوهم الصغار يستاهلون 250 حياك الله يا هلا ومرحبا ديانا يو وين 250 كم بليز ان ذا ميدل خلينا نسوي يوم اي خلاص اختي 250 بيعطونك بس انا عندي موضوع اهم هني تيك ذيس وان اند توك وذ خالد اوكي هاو ار يو ام جود ثانك يو فاين يس اوكي بما ان انت صديقتها صح وبيك انت الترجمين لها لا احنا نبيك انت ابيها هي ترجم لها ليش انت قول انت شنو انجليزي ايش دعوه انجليزي ما تعرف ما يبي له شيء ما يبي له هاو ار يو فاين ها كلش ترجموا هاو ار يو فاين للحين عادي اوكي يس everything it's okay يس اقول لها ايش كذا صار لك من الكويت How time stay? How long time? How long time stay in the Kuwait? In Kuwait? 5 years. 5 years? Oh, yes. Oh my God. قول لها تشتغلين هني ولا؟ You have the work for him? For in Kuwait? Yes. For in Kuwait? Yeah. Okay. شنو شغلك؟ وين تشتغلين؟ شنو؟ Teacher. Teacher. Oh, 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 oh. صفقولها صفقولها تستاهل. صفقولها. So good. Thank you. No, thank you. Just a minute. Nice to meet you. Nice to just meet a you minute. Continue. Continue. Yeah. Yeah. More ask for information. You know? You speak Arabic? No. I don't. Don't speak. Tabab. Thank you. Thank you. Thank you, Diana. Thank you so much. Thank you. So good. Ayuha, تستاهل. Welcome, welcome. Ayuha. Ayuha. تستاهل وبيج الترجمين لها بالإنجليزي إن إحنا قلوبنا مع أهل أوكرانيا وإن شاء الله الحرب تخلص وتكون أمورهم طيبة وتصير أوكرانيا حلوة مثل ما كانت هي دائما حلوة لأن الشعب الكويتي معاكم دائما وأبدا إن شاء الله حيوها تستاهل 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 قلبتها سياسة على طول مخرجنا فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم فقرة الغالي يرخص لك نلعبها بالهون والروح وياك في سينو اليوم شنو تذاكر ولا 500 دينار اليوم 500 دينار يستاهل 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 يلا مبروك مبروك رجعنا الحين حق فقرة السيارة والسحب على السيارة نعم صح تستاهل 100 دينار ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك رجعنا معاكم نكمل فقرة الغالي يرخص لك 5 أسئلة و500 دينار إن شاء الله راح نعطيها للجمهور اللي حاضر بنسحب بعد أرقام ونشوف منو أصحاب ال500 يلا بسم الله هنشوف أول رقم يا أبو عزيز أول رقم أول رقم
12. ها مترددين تصفقون ولا لا؟ حياكم الله، حياكم الله. حيوهم حيوهم، يستاهلون. يا هلا ويا مرحبا، يا هلا ومرحبا، يا هلا يا هلا. دير بالك، يا هلا يا هلا. حياك الله، حياك الله. تعال بالنص هذا المايك، تعرف عليك بالمايك. لطيفة والنعمة. لطيفة والله، عاشت لسامي. لطيفة جاهزة؟ سؤال يقول: من هو أول سفير عماني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1840؟ أحمد بن نعمان الكعبي. والنعم، هذا ولد العم، بس هذا الجواب. أحمد بن نعمان الكعبي ولا أحمد بن نعمان الكعبي؟ مبروك، حيوها، تستاهل تستاهل تستاهل. حياك الله، حياك الله، يا هلا ومرحبا. ما نبي الرقم عليك. بالعافية، ل 100 دينار يا لطيفة. خنشوف بعد رقم، ونشوف بعد رقم. أحب هالاسم أنا، لطيفة. لطيفة إيه، والنعم أحبه. والنعم، خنشوف رقم. 34. 34 34. حيوه، يستاهل. حياك الله، هلا بالعم، هلا بالعم. يا هلا يا هلا يا هلا عمي، شلونك يبا؟ شو أخبارك؟ الله يحفظك يا حبيبي. هلا عمي، حياك الله. حياك يا عمي، شلونك؟ طيب ان شاء الله. حياك الله بالنص، حياك. نورتنا وساعة مباركة. هذا المايك متعرف عليك. تعرف عليك يا عمي. مصلحة الدخيل. ونعم والله. ومنك شلونك؟ طال عمرك، عساك بخير. السؤال وقيمة هذا السؤال 100 دينار. جزاك الله خير. السؤال هو: أكمل المثل التالي: ليفات الفوت ما ينفع، الصوت ولا الموت؟ الصوت. اي والله الصوت، اي والله الصوت. الف مبروك، الف مبروك يا عمي، تستاهل. حياك الله يا بعد راسي، حياك الله. طال عمرك، حياك الله، مشكور يا عمي. تسلم 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 يا يبا. سلام الرحمة. عليكم السلام. خنشوف بعد رقم. يلا، كم رقم يا ابو عزيز؟ 23. 23 23. حياك الله، حياك. حيوه حيوه، يا هلا، شلونك؟ شو اخبارك؟ حياك حياك الله، يا هلا ومرحبا، شلونك؟ طيب تفضل، ونتعرف عليك. والنعم يا عمر. نعم يا عمر. جاهز يا عمر؟ يلا. السؤال يقول: طل عمر يا عمر. 1980. دقيقة بس بس، بدون سؤال، خلصين خلصين بس. 1980. ألف مبروك، حياك الله. حيوه يستاهل، حيوه يستاهل، حياك الله. السؤال كان: متى أقيم مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون أول مرة في عام 1908؟ بالمناسبة أحب أوجه تحية لقائمين على هالإذاعة، اليوم تلقيت منهم دعوة باسمي وباسم أخوي خالد، بس نعم، سبب ظروفنا وانشغالنا في العيد. صحيح. فإن شاء الله الآيات. فكل الشكر للقائمين على مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون على الدعوة. شكرا شكرا شكرا. معانا آخر رقم وبعدها أبو حظين. نبي آخر رقم يا أبو عزيز. مبلا، لا، في بعد، في في بعد رقمين. ايه، ثمانية. ثمانية، حياك الله، حياك الله. شلون شو اخبارك؟ يا هلا، حياك الله. تعرف عليك. جابر ملثي. والنعم. ونعم. طال عمرك. السؤال هو: ما هي الدولة العربية التي يمر بها خط الاستواء؟ جيبوتي، الصومال. جيبوتي ولا الصومال؟ صومال. صومال. اي نعم صح. المبروك، المبروك. حيو يستاهل. عليك بالعافية، عليك بالعافية، بالعافية عليك. 100 دينار. وناخذ رقم آخر يا أبو عزيز. يلا، آخر رقم يا أبو عزيز. آخر رقم، فقرة الغالي يرخص لك. سامي يا أبو عزيز. 32. 32. 32. 32. حياك الله، حياك الله، حياك الله. يا هلا ويا مرحبا، خذي راحتك. دير بالك طال عمرك. احنا ما عندنا شيء، ناطرينك، خذي راحتك. حياك الله، حياك الله. شوي شوي. يا هلا يا هلا، زارتنا البركة. حياك الله. هذا المايك طال عمرك، ونتعرف عليك. نبعة وسالم. يا هلا، حياك الله. سؤال يقول: أكبر شبه جزيرة في العالم،
الجزيرة العربية. ألف مبروك. حيوها تستاهل. حيوها تستاهل. تستاهل. والحين وصلنا إلى فقرة بحظين، والجائزة عبارة عن سوار ذهب مقدم. إنزين وايد بالإنجليزي مكتوب الكلام. سوار ذهب. يعني الحين كل اللي قلت هذا هذا صار صعب عليك. سوار ذهب يا أبو عزيز. عطنا رغب. شنو سوار ذهب بالإنجليزي؟ جولد. جولد ذهب. سوار. سوارز. سوارز لاعب. عطنا رغب يا أبو عزيز. ريسلي. شنو؟ ريسلي. قال أنا تشتري وايد أش عرفني. مو. أبارك زين هذا اللي قاعد تقوله الحين. تسعة. عطونا تسعة يا باي. تسعة مبروك. مبروك طال عمرك. مبروك. حيا. ألف مبروك. حياك الله. يا هلا. يا هلا ومرحبا. حياك الله. الله يسلمك. انت عرف عليك طال عمرك. فيصل عطيه لحظه. والنعم. والنعم يا فيصل. الله يبارك. ربحت معانا سوار ذهب مقدم من وينه؟ بسم الله. بريزيان للمجوهرات. الله يبارك لك. عليك بالعافيه. يستاهل. الله يحفظك. الله يطول. والذهب يوصل لك ان شاء الله. والذهب يبي ذهب. الله يبارك عليك بالعافيه. حياك الله. حياك الله. حياك الله. حيوك. حيوك. احنا مشاهدينا وصلنا الى ختام البرنامج، لكن اليوم معانا اثنين اعلاميين كبار ودي ينورونا يتفضلون عشان نختم البرنامج. حياكم الله. حياكم الله. حيوه. خلي ماما يختمون. احنا نختم؟ لا لا، وجود هالعمالقه احنا نختم؟ لا والله. لا والله. احنا مهما نجتهد ونسوي. هلا ابو هاشم. انتم الاساتذه اللي نتعلم منهم. يا حبيبي الله يحفظك. شلونك؟ يا هلا. يا هلا بالغالي. طيب بعد انتم بالنص، احنا نتعلم منكم. باقي طال عمرك دقيقتين. دقيقتين اخبار. يلا يبا تصبحون على خير. لا لا. مساكم الله بالخير. الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. فريق متميز قدمته يعني طوال شهر رمضان مبارك. نقول الله يوفقكم. بالفعل استمتعنا احنا خلال يمكن شهر رمضان مبارك. بدوته جميل. اي بس بكت احمد كاش باقه. كل عام وانتم بخير للقياده وللشعب وكل المشاهدين والمواطنين والمقيمين. يعطيكم الف عافيه حبيب. وللامانه انتم اضافه لتلفزيون الكويت، ونتمنى هذه الاشياء تكون مستمره دائما انتم وامثالكم. موفقين. شكرا. حياك الله. نورتوا يا حبيبي. الختام. الختام. نختم مباشر. نقول باي ومكمل معاكم. ايه مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. يا هلا. شوفكم على خير. حياكم الله. نورتوا. افتح على التلفاز وناظر طالع وشوف، ركز على كل ما يلي من اسئله تجيك.